السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس؟ اليوم باذن الله غادي ندير معكم واحد الوصفه اللي سهله، عباره عن مقرونيه بالخضره على الطريقه الاسيويه مع الدجاج. غادي نبدا باذن الله تعالى بقطع ديال الدجاج صدر من صدر، تنرقدهم في واحد الماغينات تتكون من معدنوس، الثومه، ملح والابزار، والخل او عصير الحامض. تنوجدوهم وتنرقدوهم، تنخليهم تقريبا واحد الساعه في المكانه، تندخلهم للثلاجة كما كتشوفوا معايا هنايا. من بعد كندوزو للوصفة ديال المقرونية او لي بات. تندير الزيت في المقلة، ممكن اي زيت، انا درت زيت عادي، ممكن زيت بلدية الا بغيتو. تنزيد عليها ثومة مقطعة او مبشورة مع سكنجبير طري مقطع رقيق، تنشحرهم في هذيك الزيت واحد شوية حتى كيدبالو، ما كنخليهمش يتحرقوا. من بعد ما شحرت الثومه وسكنجبير طري، كنضيف عليهم الخضره. عندي هنايا شي فلور مقطع وريضات صغيرين، البصله، قرعه خضراء، خيزو، فلفله خضراء، اي خضره عندكم، ممكن فلافل ملونين، ممكن بروكولي، ممكن اي خضره عندكم متوفر ممكن ديروها. انا هاد الخضره اللي متوفره عندي درتها، ممكن شامبينيو طريته هو معاهم تيجي زوين. كنشحر الخضره مزيان كما كتشوفوا معايا، حتى كتشحر مزيان. ملي كتوصل الخضره لهاد المرحله هذه كما كتشوفوا، كنزيد مطيشه صغيره، او ممكن الا ما عندكمش ديروا مطيشه العاديه تقطعوها، وكنزيد عليها معلقه ديال مطيشه الحك، ومن بعد كنخليهم يتشحروا مع بعضياتهم. ملي كندمج مطيشات الحك مع الخضره، كنزيد القزبر مقطع ماشي معدنوس، كنأكد ان هاد الاكله كيكون فيها قزبر ماشي معدنوس. كنضيف الملحه، الابزار، وصويا صوص، واحد جوج معالق تقريبا ديال الصويا صوص على حساب الرغبه. هنا كنضيف واحد نص كاس ديال الماء، ما كنكثرش بزاف، نص كاس، لان الخضره ما بغيتهاش تكون طايبه مزيان، بغيتها تبقى شويه كروكون هكا، ملي كتمضغوها كتحسوا بها. ومن بعد كنضيف ليها معلقه كبيره ديال زيت الزنجلان، هنا كما كتشوفوا معايا زيت السمسم او زيت الزنجلان كما كنقولوا بالمغربيه، كنضيف عليه كيعطي واحد المذاق زوين بزاف لهاد الخضيره هذه. جربوها ما غتنبوش على حسابي. من بعد كنطفي عليه البوطه، حيت انا الزيت ما بغيتهاش طايبه. هنا سلقت لي بات عادي بشويه الماء وشويه الملحه، وكنخلط معها هذيك الخضره اللي صافي وجدت. وكما كتشوفوا كندير هنايا لي ستيك يطيبوا في شويه ديال الزيت عادي، ممكن ديروا لهم بيض وشابلور الا بغيتوا. انا هنا اكتفيت بانني ندير لهم غير شويه الزيت، ما كثرتش بزاف باش ما يجيوش بحال الا مقليين. غنطيبهم
من الجهتين، تياخدوش بزاف د الوقت غير تيتحمروا صافي. وكنقدمهم كما كتشوفوا معايا هنايا، هو الطبق النهائي، لي بات بالخضرة، لي ستيك ديال الدجاج، وهنا واحد الشميضة بسيطة خاصة الذرة ومطيشة سكاورة. وهادشي اللي كاين، نتمنى يا ربي يعجبكم.